ولكن السبب الرئيسي في الأزمة هي السعودية، وما حد ينكر هذا الكلام، هي السعودية الذي حاصرتنا. دو وإحنا الآن قضيتنا العدوان، السعودية الذي هي رأس الأفعى الذي هذا كله بسببها. أأيد السعودية الذي بتكسف الأبرياء والمستضعفين، الذي بتكسف شعبي، الذي بتكسف أهلي، تحرم علي، تحرم علي يا مارب، ويحرم علي أن أنا أأيد السعودية لأجلس في بلادي واجلس أنا وأمت جوع. لا أنا مع أيد الحوثي، ولا أنا مع مارب، ولا أنا مع السعودية، أنا مع الشعب، وأنا مواطن جالس في بيتي. لا أنا مع هذا ولا أنا مع هذا، الفاسد فاسد، ونطرح في لقفاص انطلاق الريف على الحاجة، لأنه ذلي سارك، وإذا فعل بي شيء ولا قتلني ولا طر راسي ولا شهيد، شهيد بإذن الله. السعودية أعلنت هزيمتها طبعا من قبل 8 سنين، من أول ما بدأ الحصار والحرب على اليمن. شروط الحوثيين وشروط حتى الشعب يفكوا الحصار، منقول للسعودية فك الحصار من أول سنة، من أول سنة في هذا الحرب من قبل 8 سنين، من أول سنة فكوا الحصار، افتحوا مدرسات، ما رضيوش السعودية، ما رضيتش أبدا، ما بلان نسق والديكم. السنة الأولى مرت حصار وقصف، عاصفة الحزب، سموها عاصفة الحزب، يعني كان كل 3-4 أشهر يخترعوا اسم، عاصفة المدينة، عاصفة اليمن السعيد، وشهر وفعلوا عاصفة القوة العظمى، عاصفة اليمن الجميل، عاصفة القوة الخارقة، عاصفة الرمية الملتهبة، أسامي افتحوا مطار صنعاء وبعدوا الحصار ودخلوا البواخر والسفن حق النفط، رجعوا لها نفس النقطة. كنتم من البداية السعودية ما تشيش تعترف للناس اني خاضعة. الشعب اليمني مدرك ومتأكد من حاجة واحدة فقط، دارين ان عدونا الرئيسي الاول السعودي. رسالة الى المملكة العربية، قفلوا كل شيء في اليمن، بعد ما في خلاص مباشر كذي، هذك يا عزها يا عزها يا عزها يا عزها، حرب كبرى عالمية، لا عاد بقى يمني، لا عاد بقى واحد في العالم، نموت كلنا، لنا وعلينا. اما ان احنا نجلس محاصري وهم مبسوطين كل الدول، مو المدارس، المستشفيات، المطار، مطار صنعاء، عاد احنا بنقول يمكن يفتحوا مطار صنعاء، ضربوه، نسفوه، ضربوه.